استاذ علاء، اتفضل استاذ علاء. السلام عليكم دكتور عمرو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو سؤال خاص بزكاه المال، يعني مش مرتبط بالحلقه. استاذنك، يعني انا بطلع زكاه المال دايما في شهر رمضان من كل سنه. نعم. انا بطلعها في حاجات هقولها لك كده، هل هي فعلا كده؟ حاجات ايه؟ بطلعها مثلا للمستشفيات اللي بتتجهز، للاقارب اللي هم ظروفهم محتاجه، لافطار صائم، يعني في هذه الاحتياجات، هل الاتجاه ده صح لزكاة المال ولا في حاجه مخالفه بحيث ان انا اعدل من هذا الاجراء؟ الاتجاه الاولاني اللي هو الاتجاه اللي هو يتعلق الاقارب اللي هم واحده 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 واحده، انا سمعت حضرتك. الاتجاه الاول اتجاه المستشفيات، هنخليها في مساله العلاج ومساله الاجهزه اللي هي خاصه بالمرضى، لان احنا الاساس عندنا ان الفقير اللي هو المصارف الثمانيه بتاعت الزكاه يتملك الزكاه، فعشان هو احنا دلوقتي بندي الحاجات في اشكال اشياء بتوصل للفقير، فلازم الاشياء دي تكون بتوصل للفقير مباشره. طيب، فيبقى الاساس ان احنا نعمل الكلام ده. طيب، والفقراء، ان نقعد الفقراء الاقارب طبعا. الحاجه الثالثه ان مائده الرحمن يكون الاصل فيها الفقراء، نعم، ويكون الاكل فيها هو الاجل الاساسي اللي بياكله كل انسان في هذا الطعام. يبقى اذا كانت المسائل كده فيجوز ده، لكن الاولى في موائد الرحمن وما الى ذلك ان تكون ديت من الصدقات، ونخلي الزكوات في المسائل اللي فيها البنود اللي احنا اتكلمنا عنها دي. نعم.